بسم الله الرحمن الرحيم، معكم بشير ظريف، مواليد 1981 بمدينة الدار البيضاء، ومدير مهرجان الوصال الوطني للمديح السامع الصوفي، مهنة مدرب رياضي. بالنسبة لبداية المسار الفني، يعني من الطفولة ترعرعت في وسط يعني ديني، بما أنني أنتمي إلى الزاوية البوتشيشية، يعني منذ نعومة الأظافر وأنا كنسمع المديح والسماع، فيعني تشبات بهذا الفن الأصيل وتشبات بهذا التراث اللي هو يعني تراث أصيل ديال المغرب. فإذا به ملي يعني التحقت لمدينة أكادير، بعد فترة كان عندي لقاء في دار الشباب القلعة بمجموعة من يعني الفتيات اللي كانوا آنذاك يعني كينشطوا في بعض المجالات في دار الشباب. فيعني كانت فكرة أنني باش ندخل لهذا دار الشباب هذه ونجيب هذا الفن هذا لدار الشباب، وفعلا لقى واحد الاستحسان ولقى واحد الترحيب من طرف بعض الفتيات آنذاك في سنة 2014، واللي هما الان اللي هما عضوات فرقه الوصال، اللي يعني داع الصيت ديالها على يعني نطاق واسع من جميع انحاء المملكه، وشاركوا في عده مهرجانات يعني وطنيه ولا محليه. وكذلك حنا بصدد اننا باش ان شاء الله يكون الخلف من غير فرقه الوصال النسويه اللي هي الان يعني ظاهرة في الوسط الفني للمديح السماع. والبداية الفنية القدوة ديالي يعني كما قلت لك أنني ترعرعت في واحد الوسط فني كانوا عدة شيوخ من الزاوية البوتشيشية، لأنني ترعرعت في الزاوية البوتشيشية، والمديح السماع في يعني في الزاوية البوتشيشية، فأنا هو يعني عنده واحد مقامات عالية ومقامات مختلفة، ومروا من هذه الزاوية دي عدة شيوخ اللي يعني قرينا عندهم وتبعنا بالاصوات ديالهم وتبعنا بالفن ديالهم. واخر اللي يعني شيخ اللي معروف في الزاويه البوتيشيه اللي هو الاستاذ حكيم خزران، فانا يعني متشبع بالصوت ديالو وبال يعني الفن ديالو الاصيل. هو صراحة ما كاينش عراقي الانسان الا كان متشبع بواحد يعني الموهبة، وكان عنده طموح وكانت عنده يعني رغبة، فانه غادي يوصل رغم العراقيل هي كتكون في شتى يعني المسائل، وانما بالعزيمة وبالإرادة ممكن انك توصل ان شاء الله. كانت كتراودني من يعني منذ فترة طويلة، ولكن من الكتاب كتبت حتى سنة 2014، بما ان كان واحد الفراغ يعني بالمدينه اللي كنقطن بها اللي هي مدينه القليعه، كاين واحد الفراغ من الجانب ديال المديح والسماء، ويعني حاولت انني باش نملا هذا الفراغ في ديك المنطقه. جاتني الفكره بانني باش يعني نحاول نقلب على الناس اللي مهتمين بهذا المجال هذا، وفعلا الحمد لله يعني خرجت الفكره وطرحناها على الناس اللي مهتمين، ولقات ترحاب من طرف يعني الجمعيات الوصال النسويه هي الاولى يعني اللي نشات سنه 2014، والحمد لله يعني غادا في المسار ديال الفن. كاين الموليه فعلا في المديح والسماع، كاين الناس اللي هما يعني ولوعين بهذا الفن هذا رغم القله، ولكن يعني متشبعين ويعني حتى النغاة، يعني متشبهين بهذا الفن هذا حتى النغاة رغم القلة، ولكن كاين الناس مواليه اللي تي يعني فيما كان شي مهرجان أو لا شي أمسية ديال المديح والسماع أو لا شي نشاط ديال المديح والسماع، فإنهم تيجيو يعني يتمتعوا بهذا الفن الروحي. فعلا فكرة المهرجان جات من بعد كما قلت قبيلة الفراغ الروحي والفراغ الفني من هذا النوع هذا
خلاني انني باش نفكر باش يعني نحاول ان نخرجوا هذا الفيلم الفن المديح والسماع يعني العموم، ما نبقاوش نزولوا فقط غير في وسط يعني دار الشباب او لا وسط المقر الجمعيه او لا، يعني نحاولوا نخرجوا عند الناس اللي هما متشبتين بهذا الفن هذا. وفعلا ملي خرجت الفكره واسسنا المهرجان واسسنا النسخه الاولى من المهرجان فنجحت وعطات صيت كبير، بحيث ان حتى الناس اللي حضروا وزاروا المهرجان فعلا يعني كانوا متشوقين بزاف لهذا الفن هذا وتفاعلوا معاه وبقاو يعني تيحضروا، ولا المهرجان عنده اوفياء ديالو من الجمهور من هذا النوع هذا. ومن قبل كان كيتنظم في شهر رمضان، رمضان المبارك، لكن لصعوبه يعني التنظيم في شهر رمضان لانه كيكون في يعني ماشي في قاعه اللي بحال مثلا المركز الثقافي او لا، كيكون يعني في ساحه عموميه، وملي كتنظموا في ساحه عموميه كيكونوا يعني بزاف الاكراهات، كيكونوا بزاف المشاكل ديال التنظيم. يعني السنوات الاولى يعني تعبنا شويه في التنظيم وارتئينا اننا بنحولوا من شهر رمضان الان غيتنظم شهر سعود ان شاء الله في شو تنبير، هما عراقيل يعني كثيره بالنسبه للتنظيم، عراقيل كثيره، ويعني نذكروا من بينها الدعم، الدعم المالي دائما كنلقاو مشاكل ديال الدعم المالي خصوصا في هذا المجال هذا ديال المديح والسماع. ملي كطرق شي باب ديال شي مؤسسه يعني ما كنلقاوش تجاوب، ما كنلقاوش يعني الناس اللي هما باغيين يهتموا بهذا الفن هذا وبهذا التراث هذا لانه تراث، يعني كنلقاو مشاكل كثيره في الدعم لدرجه ان يعني 90% من الطلبه ديالنا دائما تيترفضوا، وبصراحه ما عرفناش الاسباب علاش تيترفضوا الطلبات ديال ماشي غير جمعيه الوصال، ان اغلبيه الجمعيات اللي هي كتهتم بهذا المجال هذا، لان بما انني عندي علاقات مع الاخوان ديال المديح والسماع ما نقولش جلهم وانما البعض فيهم دائما كيكون نفس يعني المشاكل اللي تنعاودوها، هي ان المشاكل اللي كتوقع ملي كنسولو علاش ما درتيش هذا العام المهرجان تيقول لك راه فعلا باش غديرو، غتبقى الجمعيه كل عام تصرف على هذا المهرجان، كل عام تصرف على المهرجان، غيجي واحد العام اللي غادي تهزي ديك صافي ما تبقاش قادر انك باش تنظمو. ولكن اللي يعني كما كنقولوا بين قوسين اللي فيه هاد الشوكه وفيه هاد الفيس راه ما تيطيحش يديه، ضروري تيطرق البيبان، ضروري كيشوف الناس اللي هما الاصدقاء ديالو، يشوف العائلات، يشوف، لان ما تقدرش انك توصل الوقت ديال المهرجان ضروري خصك تقلب باش تنظم مهرجان ولو يعني بقلة الإمكانيات. كنقولوا للجمهور المهرجان الوصال الوطني لمديح السماع، انتظرونا قريبا إن شاء الله في شهر شتنبير، المهرجان غيكون في حلة جديدة وفي يعني في طاقم فني جديد. وشكرا للجميع أوفياء المهرجان الوصال الوطني، ومن هذا المنبر كنقدم تحية لجميع الإخوان على الصعيد الجهوي ولا على الصعيد الوطني لجمعيات المديح والسماع الصوفي اللي هما واخذين على عاتقهم هذا الفن وهذا التراث، أنهم باش يعني يحافظوا عليه ويوصلوا يعني للأجيال الصاعدة إن شاء الله.